السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير، نتمنى تكونوا جوزتوه بالصحة ولحنا ان شاء الله. اتصلت بي الاخت هام من قناة تعليمكم، وذلك للاجابة على مجموعة من الاسئلة التي طرحتموها فيما يخص الاطفال الذين انتقلوا الى سنة اولى متوسط بدون اجتياز شهادة التعليم الابتدائي. وانا طلعت على مجموعة التعليقات الموجودة وهزيت بعض من الاسئلة والتي كانت متداولة كثيرا، فانا خيرت منهم اسئلة باه نجاوب عليهم بشكل موحد. هذه الاسئلة نبدأ مع السؤال الاول طبعا، وهو سؤال متداول كثيرا كثيرا كثيرا، وهو سؤال الأخت: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ابني انتقل إلى سنة أولى متوسط وأنا خائفة لي عليه لأنه ما يحبش يقرأ، وأنا غير نقول له طلع بالتطبع ويقرأ بالعياط والضرب والعنف، وأنا عييت، كيفاش ندير؟ نصحوني كيفاش يولي يحب القراية. هذه مشكلة تواجه العديد من الأمهات. فنقول لك إلا شفتي ولدك ولا طفلك تهرب وعنده نفور من الدراسة، ما يحبش روح يقرأ، هنا لازم نتعامل معه بذكاء، مش نعيطوا عليه ومش نقول له روح تقرأ بالسيف، ولا نقارنوه بصحابه ولا بولد عمه. شوف صاحبك ولا ولد عمك، شوف كيف يحب يقرأ وانت ما تحبش تقرأ، وانت مشي طفل باهي وهو طفل مليح وعاقل وكذا. لا، المقارنة هذه هنا راح تحطمه نفسيا، راح تخلينا في عوض ما نشجعه انه يقرأ راح نخليه يعاود يولي اللور. نحاول نخصص له وقت ونريح معاه، نتناقشوا ونتحاوروا باه نعرفوا اسباب نفوره والتهرب من المدرسة، باه نقدروا نعالجوه قبل ما تولي عقدة نفسية لدى الطفل. كما يقولوا اذا عرف السبب بطل العجب. وبما أننا نحن على أبواب دخول مدرسي جديد إن شاء الله، إن شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء وندخله بخير. نهز الطفل معنا عند شراء مستلزماته الدراسية ونخلوه يشاركنا الاختيار، ونعطوله فرصة لإعطاء رأيه حول أدواته الدراسية وكيفاش حب اللون، لون كيف حب اللون الغلاف، كيف حب اللون المقلمة، كيف حب الألوان تاعه، كيفاش واش من نوعية. نخلوه يعطي رأيه، وهذا راح يساعده كثير بالارتياح نفسيا ويعطيه شعور مليح. نخلوه يعاون تاني معانا في تغليف الكتب تاعه والدفاتر والكراريس وتحضير المقلمة، وهذا الشيء راح يخليه يتحمس لاستعمال الأدوات الدراسية تاعه. السؤال الثاني: صباح الخير أستاذة، أنا عندي وليد سنة خامسة كنمد له تمرين مثلا أحصر عددين، لازم العدد الأول أنا ندير له ونعاود نذكره ومن بعد يكمل وحده وكلش صحيح، لكن الخيط الأول أنا اللي ديما نمده له. أخاف في الامتحان لأنه ما راحش يلقاه. أما ابنتي ليديا الرابعة ابتدائي تتحصل على معدل 9 في الامتحان، لكن مشكلتها أنها ثقيلة بزاف في الكتابة، هي تكمل الأخيرة في نص قراءة مثلا يتكون من 5 أسطر تقعد فيه من دون مبالغة 40 دقيقة. بمشكلة وليد الذي يقرأ في السنة الخامسة، وليد تعود على مساعدتك ليه دائما، أنت تمدي له خيط البداية وإلى ما رحش يعرف اي كيفاش حيبدا. تخيلي راه في امتحان رسمي كيفاش يتصرف، ما كانش لي مدلو طرف الخيط، ما كانش لي وجهه على الاول، كان لازم الاول ما تخليهش يتعود على مساعدتك له. مثلا تعطيه له يحصر عددين، المره الاولى نمدلو العدد، في المحاوله الثانيه نجبد روحي تماما نقولوا الا ما عرفتش راح نتدخل، بصح على بالي راح تعرفوا نتايا لانك طفل ذكي، بهالطريقه راح نشجعه وراح نزيد له ثقته بنفسه وراح يتشجع يبدا يخدم. مرة الأولى جابها لي غلطة، مرة تانية، مرة تالتة، المحاولة الرابعة راح يتحسن ويجيبها لك صحيحة. كان طريقة أخرى، هي طريقة الاسترخاء، هي طريقة نفعت مع بعض الأطفال، نقولك في الوسط تاعي نفعت مع بعض الأطفال، إنه الطفل بعد ما يجاوب لإجابة خاطئة وش نديره؟ نجيبه مثلا أخته أو ولد عمه، بنت عمه، بنت خاله، اي واحد، كما زاد المجموعه هذه كما زاد تاثيرها اكثر واكثر. بنديروا طريقه الاسترخاء، شهيق، زفير مع اغماض العينين، هذه الطريقه راح تريحه بزاف وتشجعه باه يكمل وحده.
ونكرر مع هذه الطريقة حتى وإن كان الامتحان رسمي راح يطبقها والعقل الباطن تاعو راح يسترجع هذاك الموقف اللي كنتي معاه، وبالتالي راح يعطيه شعور مليح وباللي ماماها راهي معاه وراح تدعم فيه دائما. السؤال الثاني حول الفتاة ليديا اللي تستغرق وقت كبير في كتابة نص يتكون من 5 أسطر. بالنسبة للأطفال اللي عندهم بطء في الكتابة أو القراءة كيف نستغلوا الوقت اللي رانا فيه في الدار ونعملوا لهم تمارين بأسلوب تعليمي وفي نفس الوقت تشجيعي. مثلا نعطي للطفل فقرة من 5 أسطر نطلب منه يقرأها أو يكتبها. نمسك الكرونو في يدي، كرونو في التليفون ولا إلى متوفر عندكم، نحسب لهش حال الوقت اللي خداه في كتابة أو قراءة 5 أسطر مع تشجيعه. بعد كي نفضوا نقول له شوف او ما ديتش وقت كبير، شوف الكرونو ما ديتش وقت كبير، يعني قادر انك تزيد تسرع اكثر منها، قادر انك قراءة النص هذا راح تفضوا قبل هذا الوقت، قبل تفضل كتابته قبل الوقت هذا. يعني نشجعوه، تشجيع هو اللي يلزمنا. نعاودوا تمرين عدة مرات حتى ونشوفوه تحسن. هنا لازم نشجعه كما يتحسن لي، لازم نشجعه مثل مكافأة كتعزيز. من بعد تدريجيا راح نزيد الأسطر من 5 إلى 10 وهكذا، والتمرين هذا نجاحه مرتبط بالتكرار، التكرار بدون ملل. لا تحب الدراسة تميل وتبحث عن اللعب كثيرا، أنصحها بالمطالعة خلال عطلة ولو لفترة قصيرة لكن لا ترغب في ذلك. لديها قدرات هائلة لكن للأسف لا ترغب في الدراسة. هل دخولها في السن 5 الأولى ابتدائي له تأثير عليها؟ هناك علاقة بين سن دخول الفتاة للدراسة وكرهها لها. ابنتك كما قلت مجتهدة، تحب الدراسة، تحب المطالعة، لكنها عند جلوسها في البيت في هذا الظرف اللي رانا نمر فيه أصبحت لا تحب الدراسة، أصبحت تميل للعب أكثر لأن الوقت تاعها مش منظم. في عطلة من الأول لعبت شوي، في أول عطلة لعبت شوية، نورمال نديرو لها نظام تمشي عليه، برنامج تمشي عليه، يعني ها وقتاش تنوض، وقتاش ترقد، وقتاش ترجع دروسك، وقتاش نتفرج التلفاز، وقتاش نروح نلعبو بالألعاب تاعنا. إذا نظمتيها الوقت ما حش تلقى أي مشكل معاها، لازم كلش يعتمد على تنظيم الوقت. فرنسية وستضاف الإنجليزية، كيف أتعامل معه خاصة أنه يتهرب من المراجعة ولم يكمل البرنامج ولديه ضعف في الخط؟ هناك بزاف مدارس الخاصة بتدعيم اللغات سواء اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، هي بزاف مفيدة للأطفال خاطر تخدم بمستويات، مستوى أول مستوى ثاني، هي بزاف مفيدة ليهم. إلى ما كيش قادر دخلي في هذه المدارس تقدري تستعيني بكتابات وملصقات على لغة فرنسية أو إنجليزية. لازم نحدو اللغة به ما نتخربطوش مع الطفل، يتعلمي فرنسي شهر هذا، يتعلمي أنجلي شهر هذا، خطر يتخربط. إذا تعرفي أنت أحد اللغتين عليك تعاونيه، ما تخليش يهرب من المراجعة، ما تخليلوش فرصة أنه يهرب من المراجعة هذه، وخلي المراجعة تكون بشكل ترفيهي، يعني بشكل ترفيهي. عندي الستيكرز الملصقات هذوك بالألوان، بالرسومات اللي يحبهم، بأبطال الرسوم المتحركة ولا الأفلام اللي يحبها، نخلوه يتفرج في اليوتيوب ولا حتى في التلفزيون على قنوات تعليمية للأطفال تتحدث باللغة الفرنسية أو الأجنبية. احرصي فقط أنه تكون هذيك الحصة أو البرنامج يكون برنامج تعليمي مفيد. سؤال آخر، أنا يا أستاذة ابنتي مقبلة على 4 متوسط إن شاء الله، ولديها نقص في التركيز وضعف في حفظ مادتي التاريخ والجغرافيا، ونظرا لطول فترة الحجر الصحي وابتعادهم عن الدراسة ينتابني خوف شديد عليها. بارك الله فيك. كثير من الأطفال في مادة الحفظ تلقاها متقال بزاف، ما يقدروش يحفظوا المعلومة في الذاكرة تاعهم ليه. بالعكس في المواد الفهامة تلقاهم ليه يهزوا، كما الرياضيات تلقاهم يعرفوا الرياضيات، بيحفظوا مادة التاريخ أو الجغرافيا يلقوا فيها صعوبة كبيرة، وهذا راجع لعدم التركيز تاعهم وعدم الانتباه. وعدم التركيز والانتباه هادو من أعراض قلق الامتحان، أي الطفل عنده قلق امتحان سبب له توتر، الرعشة، الخفقان القلب، الإحمرار.
هذه الأعراض تعني قلق الامتحان. خليني أقول لكم وش يصرع عند الطفل عندما يكون في امتحان. ممكن أنت كأم ما تحسش بيه، لكن هو وش يشعر، ممكن ما يهدر لكش وش يشعر بيه في الامتحان. الطفل هذا تحكم مجموعة من الأعراض، هذه الأعراض نفهموها باللي أعراض قلق الامتحان أو خوف من الامتحان. عنده التوتر والارتجاف، شعور بالقشعريرة، نوبات التعرق والبرد، انقباض المعدة وألمها، التقيؤ، الغثيان، شعور بالدوار، صداع، ممكن فقدان الشهية، كي يجي الدار كتمدلو ياكل ما يحبش ياكل ولا ما يحبش يتعشى، غدوة عنده امتحان اليوم ما يحبش يتعشى، صعوبة في الانتباه والتركيز، صعوبة في التذكر أي حاجة حفظها ومتأكدة أنك رجعتيها له وعلى بالك بيجاوب عليها، من بعد هو ما يقدرش يجاوب عليها. على خطة تجي أفكار سلبية بالفشل وعدم النجاح، مما يؤثر على الذاكرة تاعو، على استقبال المعلومات وإعادة تسجيلها وإعادة كتابتها. تقولوا واش هو السبب اللي يخلي طفل في الطور الابتدائي عنده قلق امتحان؟ هناك العديد من الأسباب، وهي أسباب شائعة جدا ومتكررة عن أطفال الطور الابتدائي. وكي نقولكم الأسباب لا يعني بالضرورة أنها راح تنطبق على طفلك 100%، يعني ممكن ينطبق عليه سبب أو سببين. الأسباب هذه هي تأجيل دراسة إلى ليلة الامتحان، الاعتماد على مجرد الحفظ بدون فهامة، حفظ فقط، عدم ربط الأفكار، التفكير في مشكلات نفسية اجتماعية ممكن يقعد يعيشها في الأسرة، عدم معرفة قدراته الذاتية، يعني عدم تشجيعه، تقوله أنت قادر على الشيء هذا، قادر أنك تدير امتحان، فالطفل لازم نشجعوه، كل شيء يجي بالتشجيع. عدم استخدام التلخيص وتحديد الأفكار الأساسية عند الحفظ، عدم ثقة التلميذ في نفسه والتفكير السلبي لديه، ونأكد على النوم المتأخر له دور كبير في قلق الامتحان. راح تقولوا لي كيف نعرفوا بلي طفلي عنده قلق امتحان بشكل كبير او قلق امتحان طفيف فقط خفيف. هناك مجموعة من الاسئلة نطرحوها على الطفل به نكتشفوا درجة قلقه من الامتحان، هذه قبل الامتحان بليلة او ليلتين. الاسئلة هي، سجلوها عندكم، ما هو الامتحان بالنسبة لك؟ ما هو شعورك عندما يبلغك معلمك بموعد الامتحان؟ كيف تكون ردة فعلك؟ هل تقوم بالتحضير قبل موعد الامتحان أم في ليلة الامتحان؟ عندما يبلغك المعلم بموعد الامتحان تبلغ والديك؟ هل يقوم معلمك بإبلاغك بموعد الامتحان؟ ما هي علاقتك بإخوتك؟ كيف تكون طريقة مراجعتك للامتحان؟ هل تراجع مع زملائك؟ ما هي علاقتك بزملائك؟ كيف يكون شعورك وأنت في الامتحان؟ كيف يكون شعورك عندما يبلغك المعلم بنتائجك؟ كونك تميد مقبل على اجتياز شهادة التعليم الابتدائي، ما هو شعورك؟ هل أنت متفائل للنجاح؟ ما هو المستقبل بالنسبة لك؟ ما هو حلمك في المستقبل؟ هذه مجموعة من الأسئلة مفيدة جدا في معرفة درجة قلق الطفل من الامتحانات. نحاول نطبقوها على الطفل وقولوا لي النتائج تاعهم والإجابات تاعهم، وأنا نحاول نزيد نجاوب عليهم ونفيدكم بشي اللي نقدر عليه. كما شفتوا كاين أسئلة بزاف انطرحت في القناة والوقت ما كفانيش، حاولت اني نجاوب على بعض الأسئلة المتكررة ممكن تستفادوا منها كامل، وإن شاء الله أي سؤال آخر سأجيب عليه. فيما يخص التركيز والانتباه لدى الأطفال، لقد وضعت على قناتي مجموعة من الألعاب الترفيهية والتعليمية لمساعدة على تنمية مهارات التفكير والتركيز والانتباه لدى الطفل. هي ألعاب تستطيعين صنعها في البيت، يعني بأدوات بسيطة متوفرة في كل منزل. أرجو أن يعجبكم الفيديو وأن تستفادوا منه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب لمزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.